تشاهدون في شهر رمضان الكريم. جبل القرآن هنا يتلو آيات تعبك بالعطر يسمعون. ورثوا حب القرآن الكريم فأكرمهم المولى بحفظه. أول حاجة وجهوه للمسجد باش يقرأ يحفظ القرآن يعني. حباهم الله بصوت رنان يتلون آيات الرحمن دون تكلف أو إجهاد. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، لأنه حمل القرآن الكريم. تنافسوا فيما بينهم لينالوا شرف حمله في صدورهم. بإذن الله يحفظه. يجمعنا هذا كان شعور خاص. قلت الحمد لله الذي هدانا لهذا. يمكنني بدون ما يشعر أجر فاستكثر بذي الشهر يجمعنا. تاج الوقار في موسمه الثاني قريبا، شهر رمضان الفضيل. رمضان كريم عبر قناة البلاد.